السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم احبتي من جديد، ما زلنا مع قناه تفسير الاحلام. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه ايها الاخوه الكرام. ما زلنا بالكلام عن تفسير سلسله الاسماء في المنام. النهارده هنتكلم عن تفسير اسم مهم جدا وهو اسم عبد الباري اسم عبد الباري له دلالات كثيره جدا بالنسبه للراي حيث ان رؤيه هذا الاسم فيه احتماليه بل وفيه اشاره قويه الى الخير والسعاده ان شاء الله تبارك وتعالى اسم عبد الباري في المنام لمن كان عنده كرب تدل هذه الرؤية أو هذا الاسم على الفرج وتفريج الكرب وزوال بعض الهموم والأحزان وتخطي بعض الأزمات إن شاء الله تبارك وتعالى التي تواجه الرأي في الأخير اسم عبد الباري في المنام تدل على تحقيق أمنية تدل على القدرة على تحقيق الأهداف والطموحات بالنسبة للرأي إن شاء الله تبارك تبارك وتعالى فإذا كان الشخص عنده أمنية فسوف تتحقق له إن شاء الله تبارك وتعالى برؤيته لهذا الاسم بإذن الله تبارك وتعالى. انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.